تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية. صباح التفاؤل وصباح السعادة، ويومكم مستمعينا الأعزاء إن شاء الله مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما مستمعينا، الشعور بالسعادة والشعور بالتفاؤل يعكس آثار إيجابية على صحتكم. أرحب بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. وقبل لا نبدأ فقرات برنامجنا هذا اليوم، أحب أني أرحب بفريق العمل معاي اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت نجاة السويدي، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل. وصبحكم الله بالخير والنور جميعا. وأنا محدثكم عبد الله محمد جمعة، ومن خلال أيضا برنامج صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء نرحب دائما بتواصلكم ومشاركتكم معنا على الأرقام 600551414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونستعرض فقرات برنامجنا هذا اليوم مستمعينا، ومثل ما تعرفون بأن كل ثلاثة من كل أسبوع بتكون حلقتنا خاصة لمستجدات كوفيد-19. واليوم أول فقرة من فقراتنا فقرة الأخبار المحلية، وتحت عنوان شركة يابانية تخترع بطاقات مصرفية مضادة للفيروسات، وفقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي على صفحات هيئة الصحة بدبي أو الصفحات الأخرى ذات العلاقة في الشؤون الصحية. ودائما مع المستجدات بتكون إن شاء الله معانا عبر الهاتف أختنا الزميلة أسماء الجناحي. أما الفقرة الرئيسية اليوم فقرة مستجدات كوفيد-19 تحت عنوان التطعيم ضد كوفيد-19 أيضا، وبيكون معنا عبر الهاتف ضيفي اليوم الدكتور عبد الله الرصاصي، رئيس قسم الطب الوقائي في إدارة حماية الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي. وبنتحدث إن شاء الله ويا الدكتور عبد الله عن أهمية التطعيم والوقاية والحماية من كوفيد-19، وأيضا حديثنا بيكون معاه عن أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية بعد أخذ اللقاح، وأيضا عن ضرورة الالتزام بموعد الجرعات، والكثير حول موضوع التطعيم ضد كوفيد-19. وإذا عندكم أي استفسارات مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا والحديث مباشرة مع ضيفي الدكتور عبد الله الرصاصي. وآخر فقرة اليوم فقرة هيئة الصحة أيضا، وحديث مع الدكتورة هند العوضي أيضا عن كوفيد-19 من البداية حتى الآن ومواضيع أخرى ذات العلاقة. دائما نرحب بتواصلكم مستمعينا الأعزاء على الأرقام 600551414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ فقرة السوشيال ميديا مستمعينا الأعزاء ونشوف ما هي مستجدات السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها مع أسماء الجناحي. أختي أسماء صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور سرور أخوي عبد الله عليكم وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك إن شاء الله بالنور والعافية. وشو بتعطينا مستجدات أختي أسماء اليوم؟ من ضمن الأشياء اللي نحن نبغى نتكلم عنها اليوم مبادرتين تم إعلان عنهم في الإعلام يوم أمس، واحدة اللي هي جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية تسير العيادات المتنقلة في دبي لتقديم لقاحات كوفيد-19، وذلك بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي تعزيزا لحملة التطعيم. وحتى
فهي تقريبا من المبادرة هي عيادتين متنقلتين راح تجوب في دبي لتطعيم الفئات المستهدفة اللي نحن دائما نأكد عليهم في برنامجنا الإذاعي. أيضا هناك مبادرة ثانية بالتعاون مع إسعاف دبي، أطلقت مؤسسة دبي للإسعاف بالشراكة مع هيئة الصحة بدبي وهيئة تنمية المجتمع أول مركبة إسعاف متخصصة لتطعيم كبار المواطنين وأصحاب الهمم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد اللي هو COVID-19 تحت مبادرة كانت نسمينها الإسعاف تطعيمك في بيتك، وهو للوصول لكبار المواطنين في المنازل. نأكد أيضا للفئات المستهدفة لما الأشخاص لما يشوفون المبادرات هي تظهر يرجعون يسألون هل هي لنفس الفئات المستهدفة؟ نعم هي لنفس الفئات المستهدفة، واللي هي المواطنون المقيمون حاملي إقامة دبي سارية من عمر 40 سنة فما فوق، كبار السن 60 سنة حاملي مقيمين القاطين في دبي وحاملي إقامة إمارات أخرى، أصحاب الهمم من أمراض أصحاب الهمم من حاملي إقامة دبي سارية، أصحاب الأمراض المزمنة من حاملي إقامة دبي سارية، مواطني دول مواطنو دول مجلس التعاون ممن لديهم بطاقة هوية إماراتية. بالنسبة لخط الدفاع الأول والمهن الحيوية يتم أخذ المواعيد من خلال تعاون مباشر بين المؤسسة وهيئة الصحة بدبي. نأكد أن جميع مراكز هيئة الصحة بدبي تعمل بنظام المواعيد. أيضا يوم أمس كنا حاطين بعض المقاطع الجميلة لنسائنا في يوم المرأة الإماراتي، ونشكر الجميع على الملاحظات والتعليقات الإيجابية اللي وصلتنا. أيضا نأكد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى بعد أخذ التطعيمات، وهذا لحمايتها وحماية المجتمع. وتقريبا هاي الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، وأيضا نحن حاطين بعض النصائح تأكيدا على أهمية الفيتامينات في الجسم، وكان فيتامين تكلم عنه يوم أمس كان فيتامين إي. فتقريبا هاي الأمور كلها اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، ونحن دائما موجودين لخدمة المجتمع ونتمنى لهم الصحة والسعادة. دمتي بصحة وسعادة الأخت أسماء الجناحي، شكرا جزيلا لك على المستجدات الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي على صفحات هيئة الصحة بدبي. مستمعينا بناخذ فاصل، ولكن بعد الفاصل موضوعنا لهذا اليوم عن التطعيم ضد COVID-19، وبيكون إن شاء الله معنا عبر الهاتف الدكتور عبد الله الرصاصي رئيس قسم الطب الوقائي في إدارة حماية الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي، وحديثنا بيكون معه عن اللقاح والتطعيمات الخاصة بCOVID-19 وأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأيضا بنتكلم عن ضرورة الالتزام بموعد الجرعات وماذا يحدث بعد أخذ اللقاح، وأيضا معلومات أكثر حول هذا الموضوع. وبإمكانكم دائما مستمعينا الأعزاء التواصل معنا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006، وأيضا بإمكانكم الحديث والتواصل مع الدكتور مباشرة حول هذا الموضوع. بناخذ فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء يا مرحبا بكم وسهلا، ورجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم معنا مستمعينا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وأيضا مستمعينا نرحب بالدكتورة هند العوضي. مرحبا بك دكتورة ويانا اليوم. صباح الخير عبد الله. صباح النور والسرور. صباح الخير لجميع المستمعين. الله يحييك دكتورة. وننتقل مستمعينا إلى فقرتنا الثانية لهذا اليوم تحت عنوان التطعيم ضد COVID-19. ومثل ما تعرفون مستمعينا الأعزاء بأن للتطعيم ضد COVID-19 أهميته في الحماية والوقاية من
من هذا المرض والفيروس المسبب له فيروس كورونا. ولهذه الأهمية طبعا دائما تحرص هيئة الصحة بدبي ضمن سياستها العامة للدولة ونظامها الصحي المميز والرائد عالميا على توفير اللقاحات المضادة لكوفيد 19. لتفاصيل الموضوع والحديث أيضا عن هذا الموضوع اليوم يشرفنا الحقيقة أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور عبد الله الرصاصي، رئيس قسم الطب الوقائي في إدارة حماية الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي. دكتور عبد الله، صبحك الله بالنور والعافية. صباح النور والسرور جماعة، شاكر لكم إتاحة الفرصة لنا للتحدث عن موضوع التطعيمات المتعلقة بالكوفيد، لأن فعلا هي حديث الساعة حقيقة يعني في الأوساط الاجتماعية. دكتور، نحن الحقيقة شاكرين وجودك معنا، وشاكرين أيضا وقتك وعلى جهودكم الكبيرة والجميلة الحقيقة في موضوع تثقيف أفراد المجتمع عن الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتطعيمات ضد كوفيد 19. طبعا مثل ما ذكر دكتور أهمية هذا الموضوع خلال المرحلة هاي والاستفسارات الكثيرة حول موضوع التطعيم، لو دكتور تعطينا نبذة عن أهمية التطعيم للوقاية والحماية بشكل عام وبشكل خاص عن كوفيد 19. لا شك أن اللقاحات هي مثبتة علميا من نتكلم عن من 50-60 سنة الماضية أن هي تساعد على منع حدوث الأمراض اللي اللقاح مصمم لها. الأمراض كثيرة حقيقة، يعني شلل الأطفال، الجدري، وأمراض كثيرة غيرها. واليوم نتكلم عن تطعيم الكوفيد اللي حقيقة يعني مثل ما نحن نشوف، مثل ما الأرقام الناس تشاهدها قامت تنزل بسبت أن بدأت الناس تطعم كوفيد وبدأت التغطية في المجتمع تزيد، بالتالي فرص اللي الناس تأخذ عدوى تقل. وهذا دليل على أن تطعيم الكوفيد تطعيم ناجح بشتى أنواعه. صحيح. ونحن هني نشدد على أن الناس لابد أن هي إذا أخذت تطعيم الكوفيد الجرعة الأولى لا تتهاون في أن هي تروح وتأخذ الجرعة الثانية من التطعيم هذا، على أساس أنه يؤدي المفعول المرجو منه. نعم. أيضا دكتور، مثل ما تفضلت بأهمية أخذ التطعيمات وأيضا حيوية التطعيمات هاي، أكيد دكتور هناك أمور لابد أن أيضا الإنسان يلتزم فيها، سواء يعني كانت يعني أثناء أخذ اللقاح أو أيضا يعني الفترة بين اللقاح الأول والثاني. لو تحدثنا دكتور عن أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بعد أخذ اللقاح. نعم، في للأسف بعض الناس، احنا مو بنقول كل، بعض الناس تعتقد ان اذا اخذت تطعيم الكوفيد الجرعة الاولى ان خلاص هي تعتبر نفسها خلاص انتهى موضوع الكوفيد من حياتها ويرجع الى طبيعته بدون اي إجراءات تباعد، نعم، اجتماعي، لبس كمامات وغيره، باعتبار أنه خلاص أموره سوت طيبة. وحقيقة هذا يعني نقدر نقول يعني خطأ بدأت الناس تقع فيه. ونحن لا نشدد على قضية أن لابد أن الناس تلتزم بالإجراءات اللي حطتها الأوساط الصحية العلمية في الدولة، لأنها ما جت من فراغ. لما نحن نقول للمجتمع أنت أخذت الجرعة الأولى، تستمر بإجراءات
التباعد، لبس الكمامات، ما إلى ذلك. صحيح. وتلتزم مثل ما قلت سابقاً أنك تأخذ الجرعة الثانية في وقتها، وبعد ما تأخذ الجرعة الثانية شو يحصل هني؟ لا، لازلت تحتاج تستمر في إجراءاتك الوقائية، والغرض من ذلك أن أنت قد ما تصاب بالمرض، لكن في احتمال ولو بسيط أنت ممكن تنقله إلى شخص ما أخذ القطعين ويصير الكوفيد، وممكن هذا يؤذي الناس حولك. نعم. دكتور عبد الله، عندنا استفسار من أحد المستمعين، هل أخذ اللقاح لشخص مصاب بكورونا يزيد من المضاعفات؟ وإذا كانت الإجابة نعم، لماذا لا يشترط أيضا الفحص قبل أخذ اللقاح؟ حقيقة يعني أخذ تطعيم الكوفيد يقلل بنسبة كبيرة جدا من مضاعفات مرض الكوفيد نفسه، وهذا هو الغرض من أخذ أو من أحد أغراض إن إحنا ليش نشدد على أخذ اللقاح. ممكن أنت فيك عدوى بس ما يبين عليك أعراض، ليش؟ لأن أنت جهازك المناعي جاهز لاستقبال العدوى وتصدي لها بسبب أن أنت ما أخذ اللقاح. بالنسبة لقضية أخذ يعني أخذ اللاهوت أو إجراء فحص ما بعد القطعين، إذا تشوف إذا عندك جهاز، إذا عندك مناعة أجسام مناعية أو لا. صحيح. هذا مش منصوح به، لأن حقيقة يعني الكثير من الناس تروح وتعمل الفحص وتقول لك أنا عندي أجسام مناعية أنا أموري طيبة. لا، هذا يحتاج دراسات مدة طويلة لمعرفة هذه الأرقام اللي يطلعها الفحص هذا أو الفحوصات المتعلقة بالجهاز المناعي. هل هذه الأرقام أرقام معناته أنا مناعتي قوية، متوسطة، ضعيفة؟ ما تقدر تقول. فبالتالي الإجراء هذا إجراء يعني غير منصوح بعمله في الوقت الحالي. صحيح. طبعا دكتور عبد الله، اذا تسمح لي عبد الله شوي، احنا نعرف ان مش فقط رقم الاجسام المضاده هي اللي تحدد اذا احنا عندنا مناعه او لا، لان في خلايا في الذاكره ايضا محفوظه، وهذه ايضا راح تفيدنا في حمايتنا ضد كوفيد 19. فدكتور عبد الله، لو توضح للمستمعين شوي، ان في كثير معلومه مغلوطه تقول اني انا اذا حصلت على لقاح كوفيد 19 معناته انتم يبتولي المرض وانا اصبت بكوفيد عقب ما أخذت اللقاح، فلو توضح شوي للمستمعين كيف هاي المعلومة جدا خاطئة وغير صحيحة. الإجابة على السؤال هذا، نحن لازم نرجع إلى أصل اللقاح، واللقاح شو الغرض منه، يعني شو يسوي في جسم الإنسان. فاللقاح لما تأخذه هو عبارة عن تحفيز الجهاز المناعي، أن يقول الجهاز المناعي ترى في عدوى معينة من الفيروس الفلان أو البكتيريا الفلانية اللي أنت تأخذ عليه، اللي الجسم يقوم بعملية ردة فعل أن يجهز لها أجسام مناعية تكون جاهزة في جسم الإنسان للتصدي إلى عدوى حقيقية. لأن اللقاح قد يخفى على كثير من الناس كيف يتسوى. يتسوى في عدة طرق، منها أنك أنت تأخذ جزيء من الفيروس هذا ولا البكتيريا هذه وتدخلها في جسم الإنسان عن طريق الإبرة، وهذا الجزيء ما يستطيع أنه يعمل عدوى، ولكنه يحفز الجهاز المناعي على إنتاج أجسام مضادة تكون جاهزة في حالة صارت عدوى حقيقية. بالضبط، يعني في نهاية المطاف جهازنا المناعي هو اللي يقوم بالعمل مكافحة المرض هذا، ووظيفة اللقاح فقط أنه يحفز ويدرب جهازنا المناعي عشان يكون جاهز إذا تعرضوا للفيروس في المستقبل. دكتورة هند ويانا أم محمد اتصال، عفوا أم جاسم. أم جاسم صبحت الله بالخير والنور والعافية، وشاكرين تواصلت مع برنامج صحة وسعادة. الله يخليكم. أنا عندي سؤال، أنا ولدي تام هذا اللقاء الجديد إكس فورس اسمه هذا، ويوم ما حطت هذا الإبر يوم الثاني أني جات الحمى والصداع واللوعة
وجع الجسم وهذا. أم جاسم شو عفوا شو خذت، شو خذ ولدك؟ هل هو خذ اللقاح ولا خذ إبرة؟ اللقاح، خذت اللقاح الأول، لقاح هذا إكس فور أظن أمريكي، ما الجرعة الأولى من اللقاح أم جاسم؟ أيوة نعم الجرعة الأولى. نعم الجرعة الأولى أيوة. نعم تفضلي. بعد الجرعة الأولى يعني تعب والحمى والصداع والصدر، تعب بالصدر والحال اني وايد تعبني صراحه. نعم. كان بعد يومين في هالحاله ما تقدر تتحرك ولا سبيل، فلابو الاسقاط وهذا اخاف اني الجرعه الثانيه بعد يسوي شيء ولا لا، بس هذا الجرعه الاولى. نعم ان شاء الله. شكرا لك ام جاسم على تواصلك معنا في برنامج الصحه وسعاده، وان شاء الله الدكتور عبد الله الرصاصي موجود معنا وبيرد ان شاء الله على استفسارك. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله. حسب ما تقول ام جاسم ان ابنها اخذ الجرعه الاولى من اللقاح وبدات عنده بعض الاعراض مثل ما ذكرت، الحمى والصداع والام في الجسم. فسؤالها هل الجرعه الثانيه احتمال انه يصاب او يعني تطلع عليه هاي الاعراض؟ لا شك ان اللقاحات مثل اي دواء ياخذ الانسان في مفعول ايجابي، نحن نطمح ان يحصله شخص متلقي الدواء، وفي اعراض جانبيه ممكن هذا الدواء او اللقاح يسببها، ونحن اللي نحاول قدر المستطاع ان ما يصاب بها الشخص. فمن الاعراض الدارجه في أخذ اللقاحات من بعد أخذ اللقاحات هي حمى، تعب، أحيانا ضيقة في النفس، أحيانا آلام عضلات. هذه الأعراض يعتمد على هل هي شديدة متوسطة أو خفيفة. تقييم هذه الأعراض اللي صارت هي من الطبيب اللي أشرف على التطعيم هذا. إذا كانت أعراض شديدة يعني مهددة لحياة الإنسان، طبيعي أن الشخص هذا ما يحبذ أن يأخذ جرعة أخرى من هذا اللقاح. نحن ما نتكلم عن كوفيد، نتكلم عن بشكل عام لقاحات بشكل عام. لكن إذا كانت الأعراض بسيطة فممكن الشخص يأخذ الجرعة الثانية من اللقاح بدون أي خوف عليه. طبعا هاي الأعراض اللي هي ذكرتها أنا يعني في نظري دكتور عبد الله هي أعراض متوقعة أن الواحد يتعرض لها بعد أخذ أي لقاح، مو بشرط لقاح كوفيد. طبيعي أن أنت جسمك يعني يكون تعبان وطبيعي أن يأتيك الحمى، يعني المش طبيعي إذا استمرت لفترات طويلة وأخذت خافض للحرارة وما ما ما تحسنت عندك الأعراض هذه. صحيح صحيح دكتور، أتفق معك. دكتور عبد الله لو تسمح لنا تظل معانا بعد الفاصل، احنا حابين نكمل معاك حديثنا، بناخذ فاصل قصير دكتور عبد الله وبنرجع نكمل حديثنا. صحة وسعادة مستمعينا الاعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، ورجعنا لكم مره ثانيه في برنامجكم الاذاعي اليومي صحه وسعاده. وبرنامج صحه وسعاده تقدم لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع مؤسسه دبي للاعلام وعبر اثير اذاعه نور دبي. نرحب بكم دائما مستمعينا الاعزاء بتواصلكم معنا على الارقام 600551414 وعلى الرسائل النصيه القصيره اس ام اس 4006. وما زال معنا مستمعينا الأعزاء الدكتور عبد الله الرصاصي رئيس قسم الطب الوقائي في إدارة حماية الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي، وحديثنا معاه اليوم عن التطعيم ضد كوفيد 19. يا مرحبا بك وسهلا دكتور عبد الله الرصاصي. يا مرحبا بكم. الله يحييك دكتور. قبل لا نبدأ بتكملة حديثنا معاك اليوم، هناك سؤال من أحد المستمعين عن ما مدى دقة فحص الأنتيبادي بعد أخذ اللقاح، وذلك للتحقيق أو للتحقق عن مدى فعالية اللقاح. مثل ما قلنا قبل الفاصل، قضية ربط التطعيم بفحص الأجسام مضادة، هذه قضية لابد أن احنا ما نقوم بربطها مع بعض، ولا نقيم ولا نقول أن
نتيجة كذا معناته اللقاح فعال بنسبة كذا، فيعني نحاول نفهم المجتمع نوعيهم أنه هذا الربط ربط خاطئ. فلهذا السبب ما أقدر أنا أقول لك أي إجابة واضحة على هذا السؤال. هو حقيقة احنا في هيئة الصحة ما ننصح احنا نسوي فحص الانتيبودي هذا، لأنه مثل ما قلنا يعني ما نقدر نعتبره معيار نحن نقدر نعتمد عليه في حصولك على اللقاح أو غير حصولك على علما اللقاح. بأن دكتورة في بعض الناس يعني تحكم على هذا الشيء، يعني تسوي الفحص وبعدها تقرر أنه خلاص أنا سويت الفحص وعندي هاي النتيجة فما أحتاج أني أخذ اللقاح. هو يعني هو أحد المعايير وليس كل المعايير الحقيقة، عشان إحنا نعرف أنت عندك المناعة هذه لازم تنبنى على أسس مختلفة من ضمنها هي الأجسام المضادة. دكتور عبد الله، لو يعني في الكثير من الأشخاص يتسائلون فحص البي سي آر، أنا إذا أخذت اللقاح هل راح يتأثر فحص البي سي آر بأخذي للقاح أو ما له دخل؟ لا لا أبدا ما له دخل. فحص بي سي آر هو فحص يقول لك هل أنت عندك عدوى للكوفيد أو ما عندك عدوى. فكونك أخذ اللقاح فحص البي سي آر ما له علاقة فيه. إذا في ممكن يتساءل شخص يقول لك أنا أخذت التطعيم بعد أسبوع بعد أسبوعين يتنش حمى رحت عملت بي سي آر وطلع بي سي آر بوزيتيف، هذا البوزيتيف هل له علاقة بالتطعيم؟ أقول له لا ما علاقة بالتطعيم، هذا فحص بي سي آر يقول لك للأسف أنت من القلة القلائل اللي جسمك قد ما عمل يعني ردت فعل إيجابية للتطعيم، بالتالي ما كان عندك مناعة وخذيت عدوى الكوفيد. أما هل التطعيم يقوم بأنه عملية تغيير نتيجة البي سي آر إلى نتيجة إيجابية؟ لا أبدا ما له أي علاقة. صحيح. دكتور عبد الله بنكمل حديثنا معك عن تفضلت أنت بأن من الضروري الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بعد أخذ اللقاح. صحيح. فدكتور عبد الله هل في نصائح أخيرة أنت حاب توجهها للمستمعين بخصوص موضوع اللقاح وهل هم يأخذون اللقاح؟ لأن الكثير ما زالوا للأسف متخوفين من هذا الموضوع، فنصيحة أخيرة للمستمعين بخصوص هذا الموضوع. والله حقيقة يعني أنا ما أقدر أشدد كفاية على أهمية اللقاح. الأرقام عالميا محليا نشوف تناقص في حالات الكوفيد بسبب التغيير الجديد اللي حصل اللي هو دخول اللقاح حيز الإجراءات والناس قامت تأخذ اللقاحات، بالتالي هذا انعكس بصورة إيجابية على الأرقام. لا شك أيضا بعد لا شك أن أخذك للقاح مش معناته أنت ترجع إلى حياتك الطبيعية كأن شيء لم يقل، لأن دائما فيها الاحتمالية القليلة أنك أنت قد تنقل العدوى إلى إنسان ما أخذ التطعيم أو إنسان ما يستطيع يأخذ التطعيم لسبب أو لآخر، بالتالي أنت تعرض حياة هذا الإنسان إلى الخطر. نعم. دكتور عبد الله عندنا أيضا سؤال عن طريق الرسائل النصية، أحد المستمعين اللي رقمه 917 آخر 3 أرقام يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أخذت اللقاح الأول استرازينيكا بتاريخ 16/2 وتم جدولة اللقاح الثاني بتاريخ 27/4. سؤاله هل الفترة بين اللقاحين منطقية لأنها طويلة نوعا ما؟ نعم، لقاح الأسترازينيكا له مدة بين الجرعة الأولى والثانية مختلفة عن اللقاحات الأخرى، فبالتالي الموعد الثاني اللي حصل عليه العميل لابد التزام به والذهاب لأخذ هذه الجرعة الثانية. طبعا يعني دكتور عبد الله أضيف على كلامك أنه بسبب اختلاف المواعيد الجرعات الثانية، لأن كل تطعيم له تقنية معينة في آلية العمل هذه، فأثبتت الدراسات أن كل ما إحنا طولنا المسافة بين الجرعتين لأسترازينيكا أثبت أنه راح يكون فعال أكثر.
دكتور صحيح دكتورة صحيح دكتورة أتفق معك. دكتور عبد الله الرصاصي رئيس قسم الطب الوقائي، شكرا يعني على الحديث الشيق معك ومعلوماتك جدا قيمة حقيقة، يعني الحديث معك جدا ممتع، وإن شاء الله لنا حديث ثانية في المستقبل. يعطيك ألف عافية، شكرا دكتور. شكرا شكرا جميعا. شكرا دكتور عبد الله، ما قصرت، شكرا لك. مستمعينا الأعزاء، بنكمل حديثنا يمكن في صياغ يعني الموضوع نفسه عن كوفيد 19. معنا الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. مرحبا بك دكتورة هند. وهناك استفسار إذا بالإمكان دكتورة من أحد المستمعين عن ما هو التفسير الطبي لإصابة البعض بالرغم من أخذ التطعيم. لأن التطعيم ما يوفر لك الحماية 100%. ما في تطعيم في العالم يعطيك حماية 100%، والتطعيم الموجودة تعطي حماية لدرجة معينة، وللأسف في فئة قليلة منهم يمكن جسمهم المناعي ما يكون المناعة المطلوبة، لأن إحنا مثل ما قلنا في نهاية المطاف جهازك المناعي هو اللي يقوم بالشغل ويحارب الفيروس. ففي فئة قليلة من الناس يمكن ما كونوا العدد الكافي من الأجسام المضادة وخلايا الذاكرة اللي يخولهم أن يوفر لهم الحماية والمناعة هذه. لكن الدراسات كلها أثبتت أن اللقاحات تعطيك حماية 100% من مضاعفات الإصابة بهذا المرض، لأن احنا نعرف أن هذا المرض له تأثيرات جدا كبيرة ومضاعفات جدا خطيرة، أيضا قد تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات، وبالأخص الفئات الأكثر عرضة. لذلك أخذك للقاح بإمكان أن يحميك من الإصابة بهذه المضاعفات، ويمكن يحميك من أنك أنت توصل للمراحل الأخيرة من المرض. نعم. أيضا دكتورة عندنا استفسار من أحد المستمعين عن المدة، يعني يقول أنه موجود في دبي في الوقت الحالي وأخذ الجرعة الأولى ولكنه ما بيكون موجود في دبي للجرعة الثانية، فكم يعني المدة اللي هو يعني من الجانب العلمي المدة اللي هو مفروض أنه يأخر فيها الجرعة الثانية؟ المفروض يكون متواجد لجرعة الثانية، لأني يعني. أنا دائما أقول بما أن أنت اتخذت ما يسافر طبعا إلا كانت ضرورة طارئة يعني، بس إحنا أنا دائما أقول أن بما أن أنت اتخذت القرار وحصلت على الجرعة الأولى من نوع معين، أنت لازم تحط في بالك أنك لازم تكون موجود في البلاد لحصولك على جرعتك الثانية في وقتك، في الوقت اللي حددوا لك إياه. ليش؟ لأن هي عبارة عن سلسلة من الاستجابات المناعية. ما يصير أنا أخر أو أجدم هذا الموعد، الموعد هذا حاسبينه بطريقة جدا دقيقة، في استثناءات شديدة فقط، يعني في الحالات الشديدة إحنا يكون في استثناء، لكن عشان الاستجابة المناعية جسمك يحتاج أن يحصل على الجرعة الثانية في هذا الوقت عشان يكمل الاستجابة المناعية والعملية الاستجابة المناعية هذه، ويوصلك للمناعة اللي هو المفروض توصل لها ضد كوفيد. نعم. دكتورة هند أيضا عندنا استفسار من أحد المستمعين. ما شاء الله الاستفسارات وايد اليوم. دكتورة هند، التفسير العلمي بموضوع يعني عدم نزول الحالات، يعني يقولي ليش ما خفت الحالات علما بأن عدد اللي طعموا وعددهم كبير أكثر من 6 ملايين شخص، ما زالت الأرقام مرتفعة. الأرقام ارتفعت لأن احنا لاحظنا في تهاون في الإجراءات صحيح. الاحترازية من قبل الجميع، وهذا التصرف احنا لاحظناه، كلكم لاحظتوه في الفترة الأخيرة، الناس وايد تجاهلت إجراءاتها الاحترازية. نعم. فالحالات تزايدت يعني، وأكيد في ما زال في أمن الناس ما زالت متهاونة في إجراءاتها الاحترازية. اللقاح يحتاج وقت حتى أنك أنت تاخذ الجرعتين، وبعد الجرعتين في مدة زمنية يوفر لك فيها المناعة هذه، فهي عبارة عن مسألة وقت حتى صحيح. نصل إلى النسبة اللي احنا مستهدفينها لنوصل للمناعة المجتمعية. لكن يعني إن شاء الله بنوصل وبنوصل للمناعة اللي مستهدفينها. كل اللي نقدر نسويه في الوقت الحالي، اللي ما حصل على اللقاح يبادر ياخذ اللقاح صحيح. اللي خذ جرعته الأولى يتأكد أنه ياخذ جرعته الثانية في وقتها، ونستمر في تطبيقنا لإجراءات
حياتنا الاحترازية حتى نوصل للنسبة اللي احنا نطمح لها. صحيح دكتورة، يعني النقاط اللي تطرقتي لها مهمة جدا للغاية، لأن فعلا في كثير من الناس تعتقد إذا أخذ الجرعة، ويا ريت لو ما أخذ الجرعتين، يعني مجرد الجرعة الأولى يعتقد نفسه أنه خلاص يعني هو ما يحتاج، أنه حتى يلبس الكمام وعادي ويطلع برا ويخالط الناس بالضبط. وكذا. فمستمعينا الأعزاء، مثل ما ذكرت الدكتورة هند بأن الالتزام بالإجراءات الاحترازية يعني بعد أخذ اللقاح جانب مهم جدا. دكتورة، اللي نتحدث معك عن جهود الوقاية وأيضا الأدلة الإرشادية الخاصة والحملات التوعوية خلال هالفترة. احنا الحين يمكن كملنا فوق السنة في الجهود التعزيز الصحة والحملات التوعوية اللي احنا قمنا فيها من بداية الجائحة وحتى الآن، وقمنا بإصدار العديد من الأدلة الإرشادية. احنا اللي كنا نسويه عبد الله ان احنا نشوف المجتمع بالضبط شو يحتاج. نعم. وكنا بناء على احتياجاتهم وبناء على الظروف الراهنة في الدولة وخارج الدولة نقوم بإصدار المسجات التوعوية، نقوم بالأبحاث والدراسات إن عشان نشوف بالضبط شو هي المعلومة الصحيحة. احنا كنا وايد حريصين ان احنا نوفر للمجتمع كل المعلومات اللي هو يحتاجها عشان يساعدنا في حماية نفسه. فالأدلة الإرشادية اللي أصدرت في الآونة الأخيرة كانت تخص المخالطين، شو تسوي إذا أنت كنت مخالط، وبعدين أصدرنا أدلة إرشادية للمدارس. صحيح. ولأن شهر سبتمبر الماضي فتحت المدارس وكان في جزء شريحة كبيرة من الطلبة نزلوا للمدارس وكان عندهم التعليم عن قرب، فلذلك أصدرنا الأدلة الإرشادية اللي كان عبارة عن دليل توعوي. قمنا بحملات توعوية نثقف في الأهالي والأطفال والمدرسين عن الكوفيد وكيف تحمي نفسك من كوفيد 19، وبعدين قمنا بإصدار دليل إرشادي إنك أنت كيف تتصرف في المدرسة إذا أنت لا سمح الله أصبت بأعراض أو كنت مخالط. وبالضبط كان في الدليل شرح مفصل وتفصيلي عن هذه الإجراءات. وأيضا أصدرنا الدليل إرشادي للمصابين، أنت كمصاب كيف تعرف أنك مصاب، شو نقصد بالمصاب، وإذا أنت قررت أنك تعزل نفسك في المنزل شو لازم أنت تتصرف في المنزل، ومتى تلجأ للعيادة الصحية والرعاية الصحية إذا كنت محتاجها. فطوال السنة حاولنا قدر الإمكان أن نغطي احتياجات المجتمع من جميع النواحي، وما زلنا نقوم بتوفير كل المعلومات اللي يحتاجونها. نحاول بين فترة وثانية نغير في طريقة تقديمنا لهذه المعلومات للأشخاص. حاليا احنا صابين تركيزنا على نقطتين رئيسيتين، ما زلنا نقوم بتثقيف المجتمع عن كوفيد 19 وشو هو كوفيد وكيف تحمي نفسك من المرض، وأيضا صرنا نركز أيضا على اللقاحات، ونقوم بالعديد من الحملات التوعوية لتوعية الناس ما هو اللقاح وليش لازم تأخذ اللقاح، ونشرح لهم عن اللقاحات بالتفصيل. صحيح. أيضا دكتورة، يعني الجميل في الدليل الإرشادي، أنا قريت الحقيقة، فأنتوا تطرقتوا أيضا لجوانب مختلفة، يعني مسؤولية وواجبات الطالب اتجاه يعني توعية نفسه عن كوفيد 19. أيضا الجانب الآخر اللي طرقتوا فيه في الدليل الإرشادي عن دور إدارة المدرسة، دور المعلم، دور ومسؤوليات يعني أولياء الأمور. فيعني دليل إرشادي شامل ومتنوع بحيث أنه يشمل التثقيف الخاص في موضوع كوفيد لكل الفئات وبحسب يعني الإجراءات اللي وضعتوها دكتورة هند. طبعا كانت في جهود مبذوله في الخفاء ايضا عبد الله، كان في العديد من الحملات الورش التوعويه للطاقم التدريسي، كيفيه التصرف، كيفيه التحرك، وايضا كانت في حملات ميدانيه للطلبه نفسهم. قمنا بزياره عدد من المدارس وشرحنا لهم كيف هم يحمون نفسهم وشو هي الطرق الصحيحه للوقايه وما الى غير ذلك. فكان في ادله ارشاديه، وايضا كان في حملات ميدانيه توعويه الطاقم التدريسي والطلبة أيضا. صحيح. دكتورة هند، لو نتحدث معك طبعا عن الرعاية الصحية، طبعا هناك مستويات مختلفة عن الرعاية الصحية للمصابين بكوفيد 19 اللي توفرها هيئة الصحة بدبي.
طبعا أثبتت هيئة الصحة كفاءتها في مكافحة هذه الجائحة، والحديث صحيح. والجميع أشاد بمستوى الرعاية اللي قدمتها الهيئة وأيضا الدولة بشكل عام. عبد الله أثبتنا يعني جدارتنا في مكافحة هذه الجائحة، قمنا بتوفير كافة الرعاية اللي يحتاجها، سواء أنت كنت كمخالط أو أنت كنت كمريض أو حتى يعني مراكز الاتصال وسعادة المتعاملين أيضا حرصنا أن هم تكون عندهم كافة المعلومات. إذا لا سمح الله كان حد محتاج معلومة معينة يتصل في رقم اتصالنا الموحد، وعلى طول يقومون بتوفير المعلومات هذه. وطبعا مستشفياتنا كانت على أهبة الاستعدادات للمكافحة الجائحة هذه، وقاموا بعمل العديد من الإجراءات اللي ممكن يعني قاموا بدراسات وغير ذلك عشان يثبتون أنهم على أهبة الاستعداد لمكافحة الجائحة، وكانت عندهم العديد من الخطط والبروتوكولات اللي مشوا عليها. وما شاء الله يعني حتى الآن الأمور كلها نقدر نعتبرها أعلى مستويات الرعاية قدمناها. نعم دكتورة هند، نرجع إلى الرسائل النصية. أحد المستمعين اللي رقمه آخر ثلاث أرقام 922 يقول السلام عليكم وجزاكم الله خير على جهودكم. يقول أنا أخذت التطعيم الصيني بتاريخ 21/2 ويتني أعراض خفيفة بعده، وحصلت إيجابي، وأخذت الثانية بتاريخ 12/3. هل في أي يعني دكتورة شيء تبين تقولين في هذا الموضوع؟ هو يعني هو يثبت الكلام اللي نحن تونا كنا نقوله، أن بعد ما الشخص ياخذ جرعة الأولى يتوقع أنه خلاص صار يعني عنده مناعة من المرض. فالحمد لله يعني الحمد لله كانت أعراضه خفيفة وطفيفة وقدر يحصل على جرعة الثانية. اللي أنا أقدر أقول له يا أن استمر في اتباعك لإجراءاتك الاحترازية حتى لو أنت حصلت على الجرعتين، وأكيد إذا عطيت الجرعة الثانية معناته أنت من أكيد يعني يمكن هو يحاتي أني أنا أصبت بكوفيد وأخذ جرعتي الثانية. بإمكان الشخص أنه يحصل على جرعتي الثانية إذا كانت أعراضه طفيفة أو أعراضه بسيطة، هو يقدر يحصل على الجرعة الثانية، وذلك طبعا حسب تقدير الفريق الطبي اللي أشرف على علاجه. نعم دكتورة، في أيضا سؤال، اللي انصاب بكورونا متى يقدر ياخذ اللقاح؟ حسب البروتوكولات اللي احنا نتبعها في هيئة الصحة في دبي، احنا ننصح الأشخاص انهم ياخذون اللقاح بعد مرور 3 أشهر من إصابتهم، لان احنا نعرف ان اول 3 أشهر تكون مناعتهم في اعلى مستوياتها. فاحنا ننصح الجميع انهم اذا كانوا طبعا لازم ياخذون اللقاح بعد مرور 3 أشهر من إصابتهم. نعم دكتورة، للأسف إن انتهى الوقت لهذا اليوم، ولكن بتكونين ويانا إن شاء الله كل أسبوع يوم الثلاثاء، وبنكمل حديثنا معك عن الإجراءات الخاصة يعني بكوفيد. كل ثلاثاء إحنا خصصنا للمستمعين للحديث عن كوفيد وكل ما يتعلق بكوفيد. اللي عنده أي استفسارات يقدر يعني يستفسرها في هذا اليوم. أتوقع إحنا ثبتنا هذا اليوم للحديث عن كوفيد. عبد الله، نعم مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية فقرتنا لهذا اليوم. ونتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم مادة علمية ومعلومات صحية مفيدة. هذا هو دائما مستمعين نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أشكر فريق العمل، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكان في التنسيق والمتابعة الأخت نجاة السويدي، وفي الإخراج مخرجنا المتألق أستاذ أيمن سرحيل. وأيضا شكرا لك دكتورة هند وجودك معنا اليوم، وتقبلوا تحياتينا عبد الله محمد جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.